هذا سائل يقول: أنا علي قضاء بعض الصلوات، فبماذا أبدأ، بالفجر أم بصلاة الظهر التي تسمى الأولى؟ وإذا كنت في سفر فهل يجوز لي أن أقصر من هذه الصلوات؟ أول السؤال، تصلي تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، هذا عن اليوم الأول. عن اليوم الثاني تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا.